السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين، كل شيء مزيان. هذا الفلوق السابع ان شاء الله. كما كتشوفوا عملنا لكم فيلم زيون، نتمنى تشوفوه كاملين. والدعم ضروري، الدعم ولايك، ما تنساوش لايك وتشجعوني باش نزيد القدام. انا ما خصني لا فلوس لا والو، انا كنقول لكم الحمد لله عايشين بخير. انا خصني نتوما تكونوا بخير ونضحككم مزيان، نتوما عارفين. وكما كتشوفوا انا كنصوركم هادشي بالتليفون، نتوما عارفين التصوير بالتليفون ماشي كيجي واضح، مضبب شويه، كاليتي ما كيكونش مزيان. واحد السيد هو صراحه الخاوه ديالي، كان جمعنا صداقه وجمعنا يعني خدمه بزاف بزاف بزاف. شاف فلوق ديالي هذا الاخر عجبو، ضحك، قال لي اخي عزيز ندبر عليك واحد الكاميرا صراحه، قيس فيها يعني، قال لي باش كتصور هذا الشيء؟ قلت له ودي التليفون وهادي وهادي. قال لي ودي انتك شنو اسمه انتك، ندبر عليك واحد الكاميرا مزيونه تقد تصور بها وهادي. شنو قلت له الله يكثر خيرك. صراحه فرحت بزاف، يعني حنا مغاربه ما صراحه كما دابا مثلا شي واحد عنده مشروع قوا كيعاونوك باش تفتح المشروع. حنايا في المغرب لا، كنعاونو بنادم باش يشد المشروع. المهم اخوتي ديالي خليكم معايا، انا دابا في مسنان وهذاك الصديق ديالي كاينه في العوامه. دابا كما كتشوفوا الطونوبيليه هادي غنشبر غنمشي عندو. خليكم معانا وما تنساوش يدعمونا بلايك، انا قلت لكم لايك وسبسكرايب باش القناه تزيد قدام، باش باقي الجديد ان شاء الله. المهم خليكم معانا باش تشوفوا هاد السيد هذا، هو يتلاقاني، خليكم معانا. صافي اخوتي ديالي، يلا شوفوا فيديو قول لي كيف جاكم. اخوتي ديالي كما كتشوفوا ها انا وصلت هاد البلاصه هادي، وديك السيد اللي قلت لكم يجيب لي ديك الكاميرا هنايا، وساكن في الحومه الحدد، تحت الحومه الحدد في العوامه. كنتسناو يجي مع هاد الزنيقة هادي، ما عرفتش هو فين، ما جيش هو فين. ونزوميكم شوية شا هو فين، هو هو بوبري ما جي كيما كتشوفو. اهلا صحة مزيان كيما كتشوفو، ها هو فين، هو وصل السيد. خليكم ها هو فين هو كيما كتشوفو، ها هو العشيون. هو جا العشيون اللي عطينا مسائل بوبري، جابنا هي الكاميرا، الكاميرا ديالو هي. نزلنا شفنا فيديوز د عزيز، وكنتمناو له التوفيق ان شاء الله وماشي مزيان. وعندي واحد الكاميرا في الدار ما كنستعملها شي صراحه، قلت راه نديها للسيد وبحال الخاوه ديالي والله العظيم. وهادشي اللي كان جاب لي بوبري سيلفي، ها هو جابوا لي مسكين سيلفي مزيون، ها هو شوف لي مارك واعره بكلشي ديالو. يا عزيز وريهم كيفاش كتخدم هاد الكاميرا هادي، كتشعل هادي من هنايا، عندها واحد البوطونه زرقاء هنايا. المهم علينا واخا ما تشوفوهاش، ها هي من هنا كتشعل، هادي كتشعل. المهم هادي ان شاء الله نبقى نعمل البوطونه هادي، كتشعل منا وكتطفى منا، كتشعل كتهبط. وهاديك وهاد البوطونه حمراء اللي كتشوفوا فيها هذا خط احمر، هادي هي من هنا كتشعل فيديوز وكتصور. ولا بغيتي تنقي لا كاميرا الشاشه ديالها وكتنقيها وكتطلع على لاماسي ديالها باش كتخلي ديك الشيء او مزيان. هادشي هذا يعني تصور واسينا كتشوف، ها هي كاميرا مزيونه صراحه. قولي كيفاش جاتكم الكاميرا باش كنصوركم عيب. زعما ماشي لواحد الدرجه، زعما مزيونه حتى لواحد الدرجه، وانما كتوفي بالغرض ان شاء الله مع بدايه وعقا عزيز. الله يرحم بابك، شكرا سيدي بالتوفيق، وكنتمنى لك جبنا البوبري حتى السيل فيها. دابا خصو يضرب بينا دوره دابا مساريه، دابا غنضربوا شي باسيو، واللي عجبو الفيديو اخوتي يعمل لايك وشارك وسبسكرايب ضروري باش الفيديو يوصل وتبارطاجا. والله يكثر خيره هاد السيد هذا، هو اللي صراحه سبقات معايا والله العظيم، هذا واجب علينا. واي واحد شاف بنادم بحال اللي قال لي واحد الهضره قبيلتي في التليفون، قال لي اوروبا الناس النصارى بصفه عامه كيشجعوك تعمل مشروع، الحق هنا في المغرب كيحطموك مره باش تطيحن الارض. هادي كنقولوها غير اخر، ولكن ماشي كلشي البعض وصافي. ديك الشيء اللي كاينه المغاربه، كاينه الناس اللي فيهم الخير، وكاينه الناس اللي عمرها سلعه. ايوا ضروري، والحمد لله واحد هذا منه.
الله يرحم الوالدين، شكرا بزاف اخوتي ودعمونا، الله يرحم الوالدين. راه الكاميرا واجده، ما تفكروش في صافي دابا اسدي، شوفوا كاس كاس عرب مجين انا ما نشوفوش حاجه اخرى ان شاء الله. سلام سلام.